السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما تشاهدون، أعتقد أن هذه السنة ستكون بدون صيف إذا استمر الوضع على ما هو عليه. يعني في الشهرين الأخيرين ستكون هناك سنة من دون فصل الصيف. يعني الأجواء في هذه اللحظات غير مستقر، هناك يعني رعود وبرق والأمطار تتساقط، فيجب تقديم التغذية. يعني وقت ما توفرت أو سنحت لك الفرصة عليك بتقديم التغذية، حتى وإذا كان يعني نوعا ما زيادة عن اللزوم، فهذه الأمطار ستمنع النحل من السروح وبالتالي سيستهلك كل المخزون الذي بداخل الخلية، فتقديم التغذية ضروري جدا جدا. والأمطار ستستمر لمدة 3 أيام إن شاء الله، يعني قد وصلت بشكل يعني جيد جدا. الآن هي تتساقط بقوة والحمد لله على نعمه الكثيرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.